نبوز كلمة نقطع الله رحمه وانا احسس ما يكون خير دوزنا واحد ثلاثة دوليات في التراز العالم الملعب اللي تقطع دابا كان طلب العالم من الدوجيه هو اللي كان طلب الوزير هذا اللي تقطع دابا بعلاش صبر بزاف التاخير اللي وقع بالعريش حنا كل واحد كيفاش كيخدم كاين هذا الصوت انا دابا دخلت دابا الصفحه ديالي دابا اليوم اعمر واحد يسعد دابا دخلت اليوم الصفحه ديالي غادي تجبرني في 9:30 كنت مع القشر في العشرة في العشرة ونص كنت مع الخضر من مع 12 كنت في الثقافة كان عندي موعد في طنجة لغيته على أساس باش نوفر الوقت باش نجلس معكم ما كاينش الوقت دابا كنجتمع السبت والحد باش الاثنين والثلاث نهوزا في الرب حيت دابا اليوم القانون المالية إلا ما ديتش الحصة ديالك هذه المدة هذه فات عليك الوقت إلا فات شهر ثلاثة نبقى لك مثلا دابا قطاع الوزارية دابا قانون المالية البرنامج كل واحد شحال عنده الميزانية ديالو اليوم خصك تاخذ من عند الامتيازات بحال كيقول لك غادي نعطيك ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة ممكن يوم مثمر ديال بزاف حنا عندنا واحد العقدة ورثنا عنها الشرب العراقي شنو لازم نعالج أصلا هو معالج كرة الانتخابات او في الشعر يا ليش كتجي ترشح العريش عيش العريش مع راسك الا الناس العريش اللي يمشوا معك لان عاود يمشوا مع ناس اخرين او ما يمشوش يسقطنا الوضع المهم بعد الاحيان كيبقوا ينتقدوني كيقول لك واش سيمون يمكن مع القصر انا ملي كنت مسقليمي والاشرطه راه كاينه وكاين كنا دائما كنتكلموا انصافا على سبيل المثال دابا حنا كنا في غرفه التجاره والصناعه انا بقول للنائب الرئيس وانا كاتب العام وعملنا المقر ديال الغرفه العريش خط الغرفه شدتنا به وقف العريش اليوم جات دار مقاول اذا كان الانصاف دار مقاول كنت كسر كذا الى تكلموا بهذا العدد حيت ملي كان تكلموا العدد السكان عدد سكان العريش كثر كسر كثر من العريش هذا الاحصاء ولكن الناس اللي عندها شي خلفيه لا بد ما يتكلم معك باللغه هذه حيت هو عنده خلفيه كيتكلم معك على ان انت كتكلم على العريش او على القصر على القصر اليوم الحمد لله كما قال لكم احنا دابا تحملنا مسؤوليه الجماعه الجماعه ما كتخليش الوقت باش دابا نتكلم على العريش نتكلم على نعم المشاريع اللي هي مشتركة إقليميا طبعا النهار اللي كان وزير الثقافة السي العرش جبت حتى العريش وتغدينا عند سيد عامر وعطى 13 مليون درهم مليار و300 باش كملنا المسرح اللي كامل ولكن احنا ما نقولوش الناس احنا ما جينا عندكم راه حنا جبنا ولا راه حنا واش المنطقة الصناعية المالح حنا عرضنا فيها كنقولوا خص تكون معادلة العداله المجاليه خاص وحده بالقصر وحده ماشي عيب اذا كاين واحد العدد ديال 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 المسائل اللي الناس اللي كيديروا السياسه وفشلوا او حتى اللي نجح وخايف يطيح كيبقى يتشعل في هذا السلم ذكر انا ما كنتعلقش بهذا انا ما عمرك سمعني نضرب شي برلماني ولا شي راعي الجماعه كلهم صحابي كلهم اصدقاء ديالي انا اليوم كنا غادي نديروا لقاء بواحد مجموعه من الاخوان الحزب شي واحد من الاخوان قال لي لا جمع الفاعلين الرياضه العريش ما عمرك سمعتي ما عمرك قلت معاهم اسمعهم اسمع منهم هي مش حنا قررنا اليوم باش نجلسوا نسمعوا منهم غير المفاجاه اللي غادي نعطيكم دابا انا باقي عبد الحكيم وصل خصنا يكون عبد الحكيم معنا جبنا الجدل فيما يخص بالنسبه الفروق اللي هي في الممتاز واللي هي في هذا راه جوج فروق دابا اللي كيلعبوا في القصرين جوج كانوا ثلاثه ولا جوج ثلاثه علاش حيدوا ثلاثه؟ ثلاثه لان التيران بحال اللي قال قلنا احنا راه بدا نقدم راسي السي الحاج ها؟
قد تبع هذا الرصيد شكون باش انا غادي نفتح الماء نفتح باب النقاش انا قلت لها ثلاثه ولا جوج انا نفتح باب النقاش مرحبا شو برص القصي سي هذا يا اخوان انا ملي يكون تقسم ديال المنح في الجهه عيطوا لنا حتى حنا رحنا كاينين كاين رشيد قرقار كاين سعيد ابو عشيط كاين ولد حسيسن المهم عندنا صحابنا انا ملي كانوا اعضاء للجهه ضدي كنت كندير الحصه ديالي عن طريق العضاء الجهه ديال الشاول وتطوان ودوزان كانوا متعلق فيهم كي وانا خانا غير كندي حقي والله كي يلعب بالملح الانسان اللي كيطلع واللي كيجري واللي كذا انا اللي بحث نقول للاخوان بالنسبه للعريش القصر لولا رأس الجماعة ما كانش يكون عندي هذا الامتياز غادي يكون كنتكلم بحال بحال ولكن أنا رأي الجماعة إلا نطي واحد المرة نطلع نتكلم على العوام شنقنا أنا وفرحة رأس عرض والله إذا شنقنا بالله سيدي سيدي تجبد ديالك وعاد جيتي تدخل الجماعة ديالي وعاد قلنا عند دبس وخطا فيا لأن رأي الجماعة جالس وأنت تنقص عليه راه أخلاقيا ولكن احنا كأحزاب الساحة احنا الإكرار اللي كتعانوا منا غادي نتكلموا عليها ما كاين حتى شي مشكل أنا غادي نقول من الصبيحي يعمل اتفاقية يعطينا البقعة الأرضية اللي عنده عذر فيها الملاعب بالعشب ولا هذوك ديال البيضون نطوهم عشب شحال عندك الملاعب قرب بينهم ورا باش نسد الملاعب خمسة إذا كانوا خمسة أنا ألتزم به هي في راسي شفت أنا رشيد أربعة أنا ألتزم بها غادي نقصوا أنا والأخ السمحي وعندهم اتفاقية هذا الربعة غادي نعدلوا كيف كيف مشكل غير كيفاش نعم غير كيفاش هذه خمسة ملاعب دابا الإخوان قالوا كاين نعم المهم أربعة وستة بحال هذو ملاعب قرب يطيحوا رخيصة يكلفوا شي يكون كل واحد حل بحال عملنا في قصر كل منطقة عملنا فيها واحد احنا متبعين السياسة ديالك متبعين وعارفين ايوا على اي حال المهم احنا من قصر دابا عندنا وصلوا 23 ملعب لا وصلوا غادي نوصلوا 23 ان شاء الله انا اللي غنقول للاخوان اللي غنقول للاخوان نبداو مهم انا وياه زعما علاقه مزيانه وصحاب ما عندناش الخلفيه راه قدامو نجيو نتكلم وهذا راه ما عندناش مشكل غير اللي غادي نقول الاخوان بالنسبه للفرق اللي كيلعبوا اليوم في مستوى هذه الفرق اللي عندي في القصر اللي لعبوا راه ما كاين حتى مشكل هادو في الممتاز ياك حنا في المحترفين ها فرق نسوي فرق نسوي فرق نسوي فرق نسوي اول اول كيلعب شنو الحاج الفريق النسوي كيلعب الحق كيلعب كيلعب والشباب العراقي كيلعب ولا النجم العراقي الشباب والجوهر الشباب كيلعب والنجم كيلعب الشباب اللي كيلعب والنجم العراقي النجم ديال الجوهر ديال انا اللي عرفت ثلاثه الفرق كان عندي كيلعب ثلاثه هو اف سي العراقي من ديال العراقي شنو هذا اف سي السعداني ها السعداني اسماعيل السعداني السعداني هو هذاك لعب مقابله بحاله وجاب بحاله لاريش سلام ما يقدر لان الحاجه الى تبارك الله راه متبع وكتقول باش تنجح في واحد الميدان خصو تكون ود الميدان الا عمتي انا مثلا كتعلم العوم في القب ديالي يعني مثلا انت هنا يا كنعرف العوم مثلا هنا وديتيني للبحر ما فيهاش القب راه واخا انا كنعوم يا بحال دابا حنا دابا انت راه كنقول لك في الزكمه ديالك الله يكثر خيرك وهذاك الشيء اللي درتي معانا وما شاء الله كيبقى هذاك الشيء ديالك من الحق باش ما نلعبش في هذاك التيرين ما نترينيش فيه واخا غير نهار باش نتسانس على نهار بحال انا نعطيك تريني في واحد الجهه ونلعب لا ما يمكنناش راه نترينو هنا بحال بحال الحاج لان انت كتريني اسمع انت كتريني الحاج واحد هذا انا قلت لك شكرا هذا لان كيبقى هذاك الشيء المسؤوليه ديالك غير حنا بالنسبه للاخوان نتعاونوا قطاع المغطى تعاون تعاونوا ما كاين حتى شي مشكل كاين شي حاجه اخرى نتعاونوا حنا دابا طالب باش نديروا واحد الحلبه مطاطيه ديك المنتزه ديال الغابة كان طانا خمس خمس وفيها واحد الاعداد ديال الفضائص كيسمى الغابة الدبلوماسيه بحال في طنجه هي تبقى الاصل درناها في عينان خدت مسبق سينا مع امبيكا بالنسبه للتعاون فيما بيننا انا مجال الصحف
حتى شي واحد ما يهضر معايا في الانتخابات. الانتخاب هضر معاك على خمس سنين الله يرحمه ويرحمه. حنا دابا جينا نتعاونوا، لا جينا نتعاونوا لان اليوم المطلوب منا رؤساء الجماعات لا القصر ولا العريش، حنا غادي نحاولوا يكون ملعب اخر مزيان في العريش في العمره، غادي يدار على حسب المجلس الاقليمي يدار. سسونا على الحد ما فهمتش انا السؤال. كان نستنى عبد الحكيم يجي، حنا كنحترموا الرؤساء. بغيت نقول لك ولا تجي عشان نجمعوا ان شاء الله نتاكد الحاج ولا ما يكفينا من اول. اخوان اطمئنوا راه حنا بالنسبه للمجال الرياضي غنعاونوا وما كاينش شي زعما نرجعوا للوراء. قصر العريش راه مساواة سوا، خصنا نتعاونوا معاهم. السي عادل راه حنا غادي نبداو، خلي كاتب العام ولا العامل واش صح. تركيا الملعب بالناحيه القطع الارضيه المواصفات ديال الهواز اما 90 ولا 110 ولا 70. شكون اللي اختار مزيان؟ مزيان باش تشوفوا. حنا الاخوان غنبقاو على اتصال، غادي نخليكم الاخوان ديالنا يجيو يكملوا معكم. انا والسي حكيم غادي نمشي ونبقى على اتصال. حنا غادي نشوف مع السيد الرئيس السي رشيد الحضر باش يمكننا نديرو واحد اتفاقية الإطار أخرى ونرفعو عليها ما كاين حتى شي مشكل. وثيقوا خاص تكون ثقة ملعب قرب علاش غادي نجبد، لأن دابا أنا نقول غير هاد الحركة اللي عملناها العشية غادي نعطي واحد غتحرك شوية. ياك السي رشيد طبعا شكرا الإخوان.